انفجرت الأوضاع. بدأ أولا هجموا كيضربوا البومبات ديال الليسانس، هي الشركة سومي بي ديال الحاجة أمهال الله يرحمه، والاعتداء على عدد الواجهات الزجاجية. لا فالسلطات دخل الأمور انفلتت تماما. قالوا لك كان شي حاجة فضحنا، إلا اتفقنا على شي حاجة تحت الطابلة قولها الناس أو ما أمامك قولها. داك الموقف ديال الكونفدرالية هو الموقف اللي خديناه بوضوح بعلانية بالكامل إلى آخره. جات توريا جبران والفرقة ديال المسرح اليوم، سي عبد الواحد عزري، يعني خامولي سي عبد الطيف خامولي، سي محمد بسطاوي، سي محمد خويي، جا المرحوم سي محمد بن إبراهيم الفنان الفكاهي، جا سي عبد الحق الزروالي، وعدد من المثقفين بهجاجي، عبد الله زيوزي، جا سي أحمد السنوسي بزيز بمعية الأخ علي بوعبيد، النجل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد. مشاهدين الأعزاء أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ حسن نجمي، الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية. الأستاذ حسن نجمي انخرط مبكرا في العمل السياسي، مارس الصحافة، كان رئيس الاتحاد كتاب المغرب الولايتين المتتاليتين، صدرت له العديد من المؤلفات في الشعر والرواية والنقد الأدبي. طبعا أنجز أطروحة دكتوراه دولة تعتبر مرجعية في موضوع العطاء. هذه الحلقة التاسعة، كنا في الحلقة السابقة بصدد الحديث على هذه الواقعة ديال دوزيم في 1997 عشية الانتخابات اللي غادي تعطي حكومة التنوب، وقلنا أن صدر منك سؤال موجه للضيف سي محمد بوستا في البرنامج الذي كانت تنشطه الراحلة مليكة ملك. نعم. في الواجهة، برنامج في الواجهة. الواجهة. وقفنا عند تداعيات ديال هذا الحدث، وربما كيف تمت لملمته تدخلات. نعم. هذا، ولكن نبغي نرجعوا لبعض التفاصيل. قلت لنا ان الاموي كان حاضر، صحيح، ضمن الضيوف ديال الحوار، كان حاضر وجالس ورانا مع الضيوف اللي كانوا من الاخوان ديال حزب الاستقلال والاخوات حزب الاستقلال وعدد الضيوف. السؤال اللي قلتي ان محمد بوسطه، ولتو قلت له السي محمد يعني كيفاش سمحتوا نفوسكم توقعوا باسم الحركه الوطنيه من جهه، ومن جهه اخرى يوقع السيد إدريس البصري وزير الدولة في الداخلية وهو رمز للتزوير الانتخابي في المغرب. وهذه أغضبته كثيرا لأنه كان جالس مع سيدة زوجته مع أولاده في مدينة ديال بن سليمان، فغضب غضب شديد إلى آخره، وقرر أنه يدير متابعة. وقف أول البرنامج قلت لنا في البرنامج نهائيا، ودار متابعة للأخت مليكة ملك الله يرحمها وليانا، لكن تدخلات كانت مكتفة من جهة الأخ الأموي تكلم معه بصريح أنه النجم لن يكون وحيدا في أمام القاضي، سنكون جميعا في قفص الاتهام، ولا أظن أن قضية من هذا النوع ستخدم بلادنا ولا ستخدم هذه المرحلة إلى آخره. ونجمي باش تكون متأكد 100% وهذا راه بحال ولدي ونتعرفه جيدا، غير شاعر وهبيل جاته في دماغه ويقولها طلقها، ما عندوش اي خلفيه من داك الشيء اللي يمكن تصور ديك السلوكه، شي جهاز ضد جهاز داخل الدوله ولا شي حاجه تشرى، ما عندوش. جواب استاذ محمد بوستا عليك اشنو كان؟ بوستا قال لي الجمله اللي قلت اللي تناقشت انا والسي خالد سفيان، احنا جالسين كنتذاكروا، كنتوقعوا قبل كنتوقعوا اش ممكن يقول الا طرحنا هذا السؤال، فنفس اللي توقعنا غادي يقول انايا درت تعاقد مع جلاله الملك، واللي صارحوا جلالة الملك مرحبا به، هذا هو الجواب. وهذا الشيء اللي قال سي محمد بوسطة بالضبط، قال لك ودي احنا اتفقنا مع جلالة الملك واللي قرروا جلالة الملك احنا مرحبا به، معناه جلالة الملك ارسل لدريس البصري، اذا احنا قابلينه ما غاديش نناقشوا، احنا متوقعين هذه القضيه غادي يقولها، وفعلا بالضبط قالها حرفيا.
والاجواء داخل البرنامج بعد هذا السؤال. صحيح ملي سال البرنامج كيكون واحد العشاء خفيف الى اخره وكذا، اما هو قال لي فين غادي تمشي انت؟ قلت له غادي نمشي على الدار من عين السبع للبلفيدير حي فلسطين، في يعني فين كنت تسكن؟ قال لي لا اجي معايا. ركبت معاه في السياره، مشى مباشره للمقر ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في شارع في حي النخيل. شنو هنا راه الليل هذا، رحنا غادي نكونوا في 11 الليل او 12 الليل تقريبا. دخلنا للسي دي تي. شنو السي دي تي فارغه؟ فارغه، ما كاين حد، كاين غير العساس في الباب. طلعنا لفوق الطابق اظن الثالث او الرابع الى اخره، دخلنا للمكتب ديال الاخ الاموي. مازال الاجواء ديال الاخوان اللي كانوا ربما تيوجدوا للمؤتمر اللي غادي يكون بعد يومين، كاين المؤتمر الوطني ديال الكونفدراليه في الدار البيضاء. ف بدا كيسولني، قال لي هاد السؤال علاش طرحتيه؟ واش كان ضروري طرح هاد السؤال؟ ومع من نسقتي في هاد السؤال؟ كان مستاء الاموي، مستاء جدا، كان السؤال طرحته باش نفجر المؤتمر، وانا ما فراسي لا ادريس المصري غيجي ولا ما فراسيش كاع اطلاقا، ما عندي علم. هو عنده الخبار ومجد وعارف، انا ما عندي خبار. فقلت له ودي شنو وقع؟ ملي عيطت لي السيده اتصلت بالسي عبد الرحمن، قال لي استشرته، عطاني الاوكي، وفي نفس الوقت ملي غادي يمشي نهار الثلاث قال لي طلع عندي واش وافقت؟ قلت له راني وافق. قال لي مزيان، ما نحتاجوش نتواجدوا مع الاخوان حزب الاستقلال في هذه المرحله نهائيا، لا عورات ولا اخطاء ولا اي شيء، بمعنى خص تكون ايجابي، والشيء الاخر دير خدمتك. هذا هو اللي عطاني الاوكي. هذيك دير خدمتك هي اللي انت ما خذ حريتك. ومن ناحيه اخرى جلست مع بعض الاخوان منهم فلان وفلان الى اخره، وجلست مع خالد السفياني اللي كان قريب من الاموي. كان قريب من الاموي، زعما داخل العائله ديالنا او داخل المزدوجتين التيار ديالكم ديالنا. فكرنا في هذا الموضوع وطرحت السؤال، وكان الجواب اللي متوقعين هو اللي طرحوا، هو الجواب اللي قالوا السي محمد بوستا الى اخره. فمن اللي سميتو قال لي، قلت له نمشي، وقال لي لا لا راه نعسوا هنايا، نعسنا في الكونفدراليه. وفين نعسنا؟ نعسنا في هذيك البياص، هذاك الناموسيه العسكريه الخفيفه اللي فيها قطعه ثوب، قطعه قماش. كانت عنده تما في الكونفدراليه، عنده واحد ربعه ولا شنو عنده تمايا، نعس هو في وحده وانا نعست في وحده، وبقينا كندرتشو وكندويو الى اخره وكذا. لم يقل لي نهائيا ان ادريس البصري غادي يكون في المؤتمر او اي شيء الى اخره. استرسلنا ونعسنا. موقفك انت من حضور دريس البصري للمؤتمر، تفهمتي ذاك الوقت ما عجبكش؟ بكل صدق باش ما نديرش شي موقف وليد اللحظه، انا كانت عندي ثقه مطلقه في الاخ نوبير الاموي، واعرف انه ما يمكنش يدير شي خطوه ولا شي قرار اللي يخذل فيه الطبقه العامله او يخذل فيه الكونفدراليين. كان عندي هذا الاقتناع انه كيدير السياسه، يدير السياسه، وانه ضروري شاف في لحظه من اللحظات انه يجيبه كشاهد. وقالها له في الخطاب اللي قال الاموي قبل ما ياخذ الكلمه دريس البصري، قال له الا كان شي حاجه فضحنا، الا اتفقنا على شي حاجه تحت الطابله قولها للناس، ها هما امامك قولها. داك الموقف ديال الكونفدراليه هو الموقف اللي خديناه بوضوح بعلانيه بالكامل الى اخره. قلت لي في السابق ان دريس البصري ملي تكلم معاه الاموي بخصوص هذه القضيه قال له انا ما بغيتش نقبطه في الاحداث ديال بن حمد يوم احترقت بن حمد، معناها في انتخابات 1993. اشنو وقع في هذه الانتخابات هذه ديال 1993؟ اولا كنت مرشح باسم الاتحاد الاشتراكي كمرشح للانتخابات التشريعيه. هذا كان المرشح المشترك. اذا انت كنت المرشح المشترك ديال الحزب الاستقلال الاتحاد الاشتراكي. صحيح، انه الحوار اللي تم، التوافق اللي تم، التحالف اللي تم بين الحزبين الكبيرين، بين عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة اولا، ثم استمر فيه السي عبد الرحمن اليوسفي مع السي محمد بوستة الله يرحمهم جميعا الى اخره. ترشحت بامكانيات ضئيله جدا، ما كانش امكانيات كبيره الى اخره، وكانت عندي تجربه سابقه. الدائره هذه ديال بن حمد فيها المدينه، فيها المدينه والباديه، تقريبا ثلثين ديال الباديه، دائره كبيره ممتده جدا. كنت كنقول في الانتخابات كانها تونس او لبنان الشقيقه، يعني من الحدود مع منطقه زاير، العمق ديال بلاد محمد، قبائل العشاش في العمق القروي وفي الغابه،
وجايه هكذا طوليا كتوصل حتى لميل الواد في طريق السطات، يعني تفوت راس العين حتى الحدود مع ميل الواد، يعني اتجاه خريبكا. خريبكا يعني اتجاه ثلاث الاولاد اللي هي محاديه للتراب ديال الخريبكا، يعني منطقه واسعه واسعه جدا، والسلطات يعني كلها متدخله، كلها مجنده مع المرشح ديال السلطه الى اخره، بحيث كانت المعركه ليست سهله، وما عندناش امكانيات لا سيارات كافيه ولا امكانيات ماليه كافيه ولا الى اخره. الحزب كيعطيك 5000 درهم باش كتخوض الحمله الانتخابيه، ما تقدرش حتى الساندويتشات ديال الشباب ديال الحمله الانتخابيه الى اخره. والواقع ان المعركه لم تكن سهله، كانت صعبه جدا. طبعا وكاين العالم القروي اللي بالضروره انتم ما كاينينش فيه، يمكن انتم كاينين في المناطق وما كاينينش في مناطق اخرى، والسلطات نزلت للمناطق اللي هي مفروض محسوبه علينا. ولكن كاين رمزيه عند هذه الدائره، ان هذه دائره نوبير الاموي. نعم. ونوبير الاموي وقتها معتقى. اذا قلتي لي مناطق اللي عندكم فيها تواجد ومناطق ما عندكمش فيها تواجد. تواجد صحيح، ولكن السلطات كانت نازله بقوه باش ما تخليناش ندوزوا في المعركه الانتخابيه. وقلنا هذه القضيه ديال معناها هذه دائره ديال نوبير الاموي. نعم. نوبير الاموي في السجن، والاعتقال ديالو كان ولا عنده بعد وطني وحتى دولي. صحيح. اذا كاين معناه رهانات سياسيه كبيره تما. انا كنظن بكل بساطه رهانات ماليه ديال بعض رجال السلطه محليا كيبغيو يتقوتوا في المعركه الانتخابيه وكيجمعوا، يعني ماشي بهذا الروح بهذا المعنى. على المستوى المركزي، على مستوى الوزاره الداخليه، واش ماشي فوزك في الانتخابات هو فوز ديال الاموي؟ هي بالنسبه لهم حتى الشخص دريس البصري ملي غتعاود انتخابات، راه تعاودت انتخابات في اثر الاحداث اللي اندلعت فيه بن احمد، اندلعت الاحداث ايضا في بوزنيقه، وكان المرشح الاخ المرحوم سي احمد الزيدي تعاود انتخابات في بن احمد وفي بوزنيقه. ويعني السلطات بصفه عامه ما كانتش باغا شخص اللي بالنسبه له قالت في لحظه من اللحظات ان النجمي ماشي ديال المؤسسه، ماشي ديال المؤسسه نهائيا. وملي تعودت انتخابات كان الاموي خرج من السجن، فاش عودنا المعركه انا ما بغيتش نترشح من جديد، قلت نخليو فسحه باش ما ننفسوا على المنطقه ما نبقاوش. قال لي لا، الان جبتي مجموعه ديال الاصوات مهمه جدا، وخصنا نحافظوا على هذا الامتداد من الضرب الى بني ملال المتواصل، الى تراجعتي غادي يبان انه انتصروا علينا وكذا، بغض النظر عن النتيجه انا ماشي ضروري تنجح في الانتخابات، المهم هو نخوضوا المعركه ونحافظوا على الثقه وعلى هذه الاصوات اللي عندنا والى اخره. الامكانيات انا عارف ما كايناش غادي ندعم، وفعلا جاب سيارات متعدده وعبأ الاخوان الى اخره. قبل ما نتكلموا على هذه الاعاده تكلمنا على كيفاش هذه القضيه ديال كيف احترقت بن احمد. انت شاركتي في الانتخابات، تعلنت النتائج، كيف انتفضت المدينه؟ اولا المعركه ما خديناهاش بواحد السهولة وبواحد البساطة، ولم تكن اللهجة أو النبرة ديالنا في التعبئة الانتخابية باردة، كانت قوية جدا. يعني الأموي اللي هو ابن المنطقة في الاعتقال، يعني درنا منه حصان طروادة في خوض المعركة الانتخابية، بحيث كانت اللهجة والحديث والتحليل والمقارنة لم تكن خطابا انتخابيا ديال شخص باغي يربح معركة انتخابية، بل رهان كان رهان سياسي تعبوي ومواجهة مباشرة. خطاب صدامي. خطاب صدامي. واحتجاجي. احتجاجي ديال إخراج الأموي من الاعتقال. خصها تبان بارزة جدا، حيث كنجبد في يعني كنت أشير مثلا في عدة تجمعات للإبعاد المناضل إبراهام السرفاتي خارج المغرب، وتحرموا من هويته الوطنيه وشخصيته وجنسيته المغربيه. الاشاره للحصار على الشيخ عبد السلام ياسين طرحته في المعركه الانتخابيه، بمعنى الخطاب لم يكن خطاب ديال واحد باغي يقلب على الاصوات. معنى فيه نبره راديكاليه. فيه خطاب راديكالي للشيف الاتحادي، القيد الشيف الاتحادي نزلت في المعركه الى جانبي في بن احمد، الاخ الساسي والاخوان اعضاء المكتب الوطني والى اخره، ثم عدد من الاخوه اللي جاوا من المناطق المجاوره لرفع ايقاع ديال المعركه الانتخابيه.
هنا التحقوا بك الفنانه في هذه المحطه في هذه المحطه 97 لا لا في هذه المحطه جاوا جا جا توريا جبران جا توريا جبران والفرقه ديال المسرح اليوم سي عبد الواحد عزري يعني خامولي سي عبد الطيف خامولي سي محمد بسطاوي سي محمد خويي اشنو عبون دعم لك دعم حقيقي جا المرحوم سي محمد بن ابراهيم الفنان الفكاهي جا سي عبد الحق الزروالي وعدد من المثقفين بهجاجي عبد الله زيو زيز جا سي احمد السنوسي بزيز بمعيه الاخ علي بوعبيد نجل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ايضا كان اذا معناها لقيتي دعم حقيقي دعم حقيقي وتوريا من الله يرحمها توريا جبران كانت كتدق البيبان باب باب الى اخره وكنمشيو للسواق معناها دارت الحمله معك كذا يوم عدة مرات وعدة أيام وخرجت للمدينة ودقت البيبان وكان عنده صدى هذا؟ كان قوي جدا كان بحال الاحتفال كان رقصوا في المعركة الانتخابية كان خرجوا بربعين خمسين من المقر وإحنا غادين ندوزوا من زنقة لزنقة من شارع لشارع إلى آخره تكرجعوا بربع آلاف تلت آلاف إلى آخر هذا على مستوى المدينة على مستوى المستوى القروي كنتوا أيضا كتمشيو بالأسواق؟ كنمشيو يوميا في الصباح كنبداو بالأسواق وبالعالم القروي بالقرى بالقبائل إلى آخره يعني الغاية ديالنا هي نهرسوا هذاك الحدية والحدود ديك الوازون ديال السلطة مع ما بين العالم القروي والعالم الحضاري هاد الظاهرة ديال المال كانت باقا محدودة؟ لا كانت موجودة بكثافة توزيع المال هذاك الوقت توزيع المال وسرقة الصناديق اللي كانت في 77 والمغرب ما بقاش كيعيشها عشناها فنحنا سرقة الصناديق وطرد المندوبين ديالي انايا اللي كينوبوا على الاتحاد الاشتراكي في المكاتب ديال التصويت طردهم وفرص الساعة الرابعة من اللي كيتأكد ان المكتب كله غادي يكون مصوتي للاتحاد الاشتراكي كيجي ويخرجوا الممثل ويحيدوا الصندوق ويحطوا صندوق اخر فيه الاصوات ديال الخصم الى اخره كانت معركة يعني حقيقية وايضا لكي لا أنسى كان سي محمد فارس مرشح ديال التجمع الوطني الأحرار وهو ابن المنطقة إلى آخره إذن خدا معركة شرسة فعلا خدا معركة شرسة في اتجاهك معناتها من أجل باش لأنه مرشح هو باسم التجمع الوطني الأحرار معناها معركة في إسقاط دفاعا لا لا دفاعا عن أصواته ودفاعا عن حقه في كذا ضد السلطة إذن هو مش مرشح السلطة هو مش مرشح السلطة هو مرشح المرشح السلطة كان المرحوم الحاج حماد أمهال الحاج باسم اتحاد دستوري هو اللي كان مرشح ديال السلطة هو اللي إلى آخره ولذلك المعركة الأولى انتصر فيها محمد فارس ماشي مهال دريس البصري بالنسبة له المرشح ديالو ما فاش تقدمنا بالطعن و ومهال تقدم بالطعن والمحكمة الدستورية حكمت بإعادة الانتخابات من جديد إذن اللي فاز في هذه الانتخابات هو محمد فارس هو محمد باسم التجمع الوطني الأحرار ومع ذلك لم يكن هو المرشح ديال دريس البصري لم يكن هو المرشح دريس البصري وليك السلطات لم تكن ولكن كيف احترقت بن حمد؟ الذي حدث هو أنه لإيقاع ديال التعبئة كنا غادي متصاعد جدا ولينا كنشوف الشارع ب 4000 3000 5000 ديال البشر تجمع ديالنا كيكون حاضرين فيه بالالاف الى اخره واحد الايقاع وخطابنا كان حنا ننجحوا ولا ما ننجحوش ماشي هذا اللي مهم المهم هو تدافعوا على اصواتكم ما باقيش نسمحوا للسلطه تزور النتائج وتذبح الاراده الشعبيه المغاربه مزاب الناس الشباب كيفاش كتخليوا الناس كتصوت انت على اللي بغيتي وجههم يزوروا هاد القضيه ما خصهاش تمر هنا بنا نهائيا كيف ما كان الحال بحيث واحد الايقاع واحد النبره الى اخره مع الربعه العشيه اولا يعني في اطار هذيك النبره اللي كانت مرتفعه راديكاليه كيف ما سميتيها الشباب تلقائيا في جميع الازقه كيديروا المداومه ليليا ما يبقاش واحد يجي يدق في الليل باش يعطي الفلوس ولا يدق على الناس في الليل ولا الى اخره ما يدخلش للشارع اطلاقا ولات متاريس في واحد المرحله ما يمكنش يدخل فأي واحد وجانب الآخر في الربعة العشية يوم التصويت درنا معركة بحيث كنمشيو نواجهوا عمليات الإنزال كيجيبوا الناس من البادية ويديروا لهم الصف وعاطينهم بطاقات لردم النتائج بطائق مزورة ومصينهم مدربينهم باش كيوقف الصف من اللي كيقول له البطاقة الوطنية رئيس المكتب اعطيني البطاقة الوطنية كيقول لي ما عنديش
حسب القانون ديال الانتخابات جوج ديال الناس يشهدوا ان هذا هو فلان ولا هذه هي فلانه، مصينهم حتى غتكون قدام هذا حتى غتكون قدام هذا الى اخره. ملي بلغنا حنا مشينا كندخلوا نوقفوا امام المكاتب وكنجريوا على داك، شد هذا الكلاب، شد هذا، شد، كاين هرب 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 باش نهرسوا ديك العمليه ديال الانزال الى اخره. فوجدنا نفسنا امام مواجهه مباشره مع السلطات والمكونات ديالها الى اخره. لان فتحنا كنشدوا الناس ب 56 60 بطاقه، شي واحد اللي جاي قايد هذاك كنشدوه كنسلموه للسلطات كيطلقوه الى اخره. لكن جمعنا هذيك الحجاج وهي اللي تقدمنا بها للمجلس الدستوري في النهايه. ولكن الاحداث ربعه العشيه، ربعه العشيه يعني ساعتين قبل من الاعلان عن النتائج والفرز وكذا، مدينه بن حمد في وسط المدينه بالعشرات ثم بالمئات ثم بالالاف، الناس خارجين واقفين كينتظروا اما يتعلن النتائج الحقيقيه، الا وقعت زوير يتحمل مسؤوليته فعلا. وهادو اشنو كانوا؟ انصارك او لا؟ ديولنا. اما السي محمد الله يرحمه فارس كان عنده الانصار ديالو ديال الباديه، في الباديه ما كاينش هذاك. من بعد غيجي الباشا، واحد الباشا يعني من أسوأ رجال السلطه الاداريه المحليه، إدارة الترابية محليا في المغرب كله، ما عمرين في شي شخص بحال هذاك السيد. على كل حال، فبمجرد ما تعلنت ان المرشح الاتحادي لم يكن هو الفائز، السلطات اختارت نصف حل وهو المرشح ديال التجمع الوطني للاحرار، هو اللي يفوز على محمد فارس. محمد فارس انفجرت الاوضاع، بداو اولا هجموا كيضربوا البومبات ديال ليسانس، هي شركة سوميبي ديال الحاج أمهال الله يرحمه، والاعتداء على عدد الواجهات الزجاجية. لا، فالسلطات دخلت، الأمور انفلتت تماما. أنتم ما بقاش عندكم تأثير؟ لا، ماشي تأثير، أنا كان في المقر، أنا داير المداومة في المقر للحزب في حي القصبة، وبداو كي التليفون، عندي التليفون محلي وداك الشيء، كيخبروني الاعتقالات ديال الإخوان ديالنا، بداو كيعتقلوهم خارج حتى هذاك التجمع. واحد كيعتقلوه بعيد بعدة كيلومترات، اعتقلوا الصهر ديالي الأخ ديال الزوجة ديالي في مكان آخر خارج هذاك الأشياء. وبدا واحد السيناريو ديال الباشا ديال المدينة مع السلطات مع التنسيق ديال هذا، باش يقول واحد الأطروحة أن المرشح الاتحاد الاشتراكي ومرشح التجمع الوطني الأحرار تحالفوا بيناتهم باعتبارهم ولاد البلاد ضد أمهال اللي هو ماشي ولد البلاد زعما منسوس من تافراوت، وهذا غير صحيح. هذا بغى يديروه من عرا يبني عليها، وهذا غير صحيح، بدليل انه جميع المعارك الانتخابيه بما فيها 84 و92 و93 دائما كنجيب اخوان ديولي اللي كيتكلموا في وسط التجمع بالامازيغيه، ابو ابراهيم احمد ويحمان الى اخره، كنجيب اخوان اللي كيتكلموا رمزيا بمعنى باش نعالج هذا الموضوع، لانه فيه نوع من البيداغوجيا السياسيه الى اخره. ولكن هو دار هكذا وخلط وبدا كيعتقل بعض الناس اللي هما من المناصرين او اللي كانوا في الحمله الانتخابيه ديال التجمع الاحرار، واعتقل الاتحاديين، واكثر من ذلك اعتقل الناس اللي هما يعني مسيحي احديه او كذا. تقديرات شحال هي الاعتقالات اللي كانت هذاك اليوم؟ الاعتقالات كانت حوالي يعني كذا و40 40 واحد، بعد نزلت لواحد 34 او 35. تقدموا للمحاكمه في السطات، تقدموا جنائيا في السطات، وكان من بينهم الصهر ديالي، وكان من بينهم كاتب الفرع ديال الاتحاد الدفاع. واش كانت الاحكام؟ الاحكام كانت يعني عام 6 شهور الى اخره، لكن لحسن حظنا اولا تعودت انتخابات بعد اشهر، ثم جاء العفو العام الشامل ديال يوليوز 94. واذكر جيدا اني هزيت الملفات ديال الاخوان كلهم ووصلتها للاستاذ النقيب السي محمد الصديقي، شافاه الله واطال في عمره، قام بالواجب نزل للسطات وكمل الاجراءات وتقدم بالملف باش يكون يشملهم باعتبارهم معتقلين ديال الراي. اذا الى اخر شملهم هذا العفو العام الشامل. لحسن الحظ انا اللي تكلفت بهذا الملف ووقفت عليه، لانه فيها موظفين وفيها الى اخره، باش اعتقنا هذا الامر. ولكن اثناء الاعتقال خلال تلك الاشهر كانت محنه، ما عندناش امكانيات باش نديروا الحمله الانتخابيه، الان خصنا امكانيات باش نديروا المؤونه للسجناء، نمشي نزورهم بانتظام،
وعدد من الإخوان حقيقة سي عبد القادر الحضري، توريا جبران، سي مصطفى كنعان، وعدد من الإخوان سي يعني سي محمد الناصري، بناني الناصري، بعض الإخوان اللي كانوا فعلا لعبوا دور مهم. لا ماشي يعطوني الفلوس، كيديو المؤونة بانتظام، المؤونة بانتظام. وكاين عندنا معتقل، وعندنا معتقلة واحدة في سجن النساء، في السجن الفلاحي عين علي مومن، حيت كاسنا نزورهم وما نديروش بيناتهم الفرز. طبعا الحديث معك الأستاذ نجمي شيق، نتمنى أن يتواصل، بالخصوص الحديث عن أطروحة الدكتورة دولة اللي نجزتها حول العيطال، اللي هي أطروحة مرجعية. إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ حسن نجمي.